منذ سنوات شكلت مدينة درنا مركزا رئيسيا لتجمع الإرهابيين والجماعات المتطرفة التي استغلت حالتي الفراغ السياسي والأمني لتجعل من المدينة التي كانت تعتبر وجهة سياحية هامة إلى بؤرة تهديد أمني في ليبيا والمنطقة بصفة عامة، وهو ما يدفع إلى تواصل محاولات لتحريرها وإنهاء الخطر المتربص داخلها. مدينة درنا طبعا منذ فترة هي محاصرة، نجحنا في حصارها بعدم خروج الإرهابيين خارج المدينة والقيام بعمليات إرهابية في المدن المجاورة. اليوم حسب العمليات الاستعدادات كلها جاهزة، كل القوات الآن في مراكزها، تم تقسيم خطوط النار، تم اعتماد خطة التحرير أو أمر العمليات الخاص بتطهير المدينة. كل ما هنالك الآن ننتظر في الأوامر من المستوى الأعلى ببدء العمليات الفعلية لتطهير المدينة من الإرهابيين. وقد استهدفت قوات الجيش الليبي مطلع الشهر الماضي عدة مواقع خاصة بالجماعات الإرهابية بضربات للمدفعية الثقيلة في المدخل الغربي للمدينة، مما أدى إلى تدمير مواقع ومراصد للإرهابيين. مدينة درنا هي مدينة ليبية مخطوفة، سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، من أنصار شريعة إلى القاعدة إلى داعش، والآن التنظيم الأساسي المسيطر على المدينة بعد صراعات فكرية وراديكالية داخل المدينة هو تنظيم القاعدة المتمثل في كتيبة بوسليم وكتيبة المهاجرين التي يقودها المصري العشماوي. وتعد معركة تحرير درنا معقل الجماعات الإرهابية شرق ليبيا من قبضة الإرهابيين الهدف الرئيسي الذي سيقضي على الإرهاب، خاصة وأنه سينهي وجود تنظيم القاعدة في معقله الرئيسي. ورغم صعوبة المعركة فإن الجيش الليبي يبدو مصرا على تحرير المدينة مهما كانت الظروف. بعد التطورات الأخيرة في محاور القتال بمدينة درنا، حالة من الترقب والانتظار تسيطر على كافة شوارع المدن الليبية شرقا وغربا لإغفال ملف مدينة درنا الذي فتح من أمد طويل وآن الأوان إلى أن ينتهي. عوض البرغثي، الغد، بنغازي.